يا عباد الله، انظروا إلى سعد بن أبي وقاص، كان أبر الناس بأمه، وكانت تنفق عليه إنفاقا عجيبا. فلما آمن بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأت أمه فمنعت عنه العطاء فلم يأبه، فطردته فلم يلتفت، فهددته وتوعدته وبدأت تعذبه حتى أنها كانت تلفه بالحصير وتدخن عليه النار من أجل أن يترك دعوة الإسلام، فأبى عليها. فلجأت إلى الوتر، وتر المشاعر والعواطف، وتعلم أن سعدا بارا بها. قالت: يا سعد، والله لن آكل ولن أشرب حتى أموت ويعيرك الناس يا قاتل أمه، أو تترك محمدا وما جاء به. فلم يلتفت، فتركت الطعام والشراب أيام حتى شارفت على الموت. فلما رآها على هذه الحالة جاء وقف عند رأسها، قال: يا أم، والله إنك تعلمين وهم يعلمون أنه ما من فتى أبر بك مني، ما من ولد أبر بأمه من سعد بأمه، ولكن يا أماه، والله لو كان لك 100 نفس ورأيتها تخرج نفسا بعد الأخرى ما تركت محمدا ولا دينه أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا إشارة للشباب الذين يسلكون خط الالتزام ويتعرفون على منهج الطاعة، سرعان ما يحدث ثورة وفورة في بيوتهم، فيتذمرون ويتأففون ويسيئون، بل تتجاوز إساءاتهم حد القول والنظر مع الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات. اتقوا الله يا شباب، طريق الالتزام يهذب أخلاقكم، طريق الالتزام يلين جانبكم، طريق الالتزام يجعلكم أديما يطأكم الناس فتصبرون وتتحملون. طريق الالتزام ليس معناه أن تفاصل أهلك، وليس معناه أن تتعدى على أبويك، وليس معناه أن تسيء إلى من له سابق أو إلى كبير سن، بل طريق الالتزام يدفعك إلى حلم وصبر ودعوة ودعاء ودموع وركعات وسجدات، لعل الله ينزل في قلوب أهلك ما نزل على قلبك من هداية.